دلوقتي معانا الطالب مازن محمد السيد هيعرض لنا موضوع عن الأم. ابدأ يا مازن. هيا بنا ندخل في بحور المعرفة والثقافة باحثين عن اللغة المحمول وحالة السماء لغتنا العربية الجميلة باحثين عن أجمل الكلمات والمعاني المعبرة عن هذا الموضوع. فالأم هي مصدر الحب والعطاء وهي رمز الحنان والتضحية وهي الأساس التي تقوم عليه الأسرة والمجتمع. تحمل فوق كتفيها بناء جيل سوي كما قال أحمد شوقي. الأم مدرسة إذا عدت عدت شعبا طائرا من أعلى. فالأم هي التي حملتني في بطنها 9 أشهر وتحمل عناء الحمل وهي التي وضعتني وحملت آلام البطن وهي التي أرضعتني وصارت هي من أجل راحتي. وقد تم الإسلام بالمرأة بالأم وأجدت في العلم النافع والكلمة الطيبة. بشكر إن شاء الله.